نطلع على الجزائر ايضا مباشره، النجم المتالق ايضا محمد ابراهيم. النهارده الحقيقه كل نجوم النادي الاهلي بجد اللي اتفرج على المباراه هيعرف ان احنا عندنا حارسين او ثلاثه كمان كلهم افضل من بعض واحسن من بعض، عندنا مجموعه لعيبه كلهم افضل من بعض واحسن من بعض. يا كابتن محمد الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، بشكر حضرتك طبعا على الكلام الجميل. لا لا، عامل النهارده حاجه حلوه جدا جدا، انت وكلكم كل واحد فيكم اللي ما لعبش كمان عامل شغل كويس. الحمد لله، انا كنت مع حضرتك من فتره في البرنامج مزبوط. وحضرتك كنت بتتكلم معايا وقلت لك ان احنا ان شاء الله الاهلي يفضل على طول رقم واحد، لان هو ده مكاننا الطبيعي، ان شاء من شاء وابى من ابى. الاهلي هو دايما رقم واحد، ورقم واحد في افريقيا، وبالنسبه للاهلاويه كمان رقم واحد في العالم. ان شاء الله نفضل نفرح جمهور الاهلي كده دايما. دايما مبسوطين بيكم، ودايما مبسوطين بالجهد اللي انتم بتعملوه. انتم ساعات هتجيبوا لنا، انا لسه كنت بقول لهم، بقول للجمهور يعني والله النهارده كنت وانا قاعد بتفرج هيجي لي القلب برضه، لكن لحقتونا وكسبتونا وفرحتونا. يعني النهارده ماتش رايح جاي وماتش صعب جدا، ولكن رجال الكوماندوز اليد الحقيقه لا هايلين يا محمد، حاجه حلوه قوي النهارده. الحمد لله طبعا، احنا اكيد بنلعب فريق كبير طبعا طبعا اسمه يعني وهارد لك يوم ولجمهورهم، بس احنا الحمد لله احنا عارفين ان الماتش كان هيخلص في الاخر خالص. وكنا مذاكرين الماتش كويس ومذاكرين اللعيبه كويس، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله. عقبال ان شاء الله بطوله كاس الكؤوس ان شاء الله. لسه كنت هسالك بتفكر ازاي، يعني انت النهارده بطوله خدتها وبطوله كبيره جدا، ويمكن زي ما كابتن محمد ابراهيم قال، المدرب العام قال انها البطوله الاهم في الموسم لانها اللي مؤهله للسوبر جلوب، ولكن كيف تفكر في كسبان النهارده بطوله كبيره زي دي وعندك ماتش بكره او بعده في بطوله جديده؟ لا احنا طبعا النهارده هنفرح ومن بكره نقفل الصفحه بقى على طول، يعني ده العادي بتاع النادي الاهلي وجمهوره، وجمهوره دايما متطلع للمكسب والبطولات. واحنا كلعيبه بنلعب بروح الفانيلا الحمراء وبروح النادي الاهلي برضو، ده العقليه بتاعتنا. احنا هنقفل الصفحه النهارده، من بكره ان شاء الله هنرجع نفكر في بطوله الكاس الكؤوس. ان شاء الله مش هنسمح ان البطوله دي تروح مننا، احنا كسبنا السوبر الثالث على التوالي، والحمد يعني ان شاء الله مش هنخسر كاس الكؤوس للمره الثالثه ان شاء الله، ونجمع بين البطولتين. مش هقول لك بقى ان احنا عايزين نعمل حاجه في كاس العالم اللي جاي افضل كمان من المرتين اللي فاتوا لانه لسه بدري، لكن ان شاء الله انا متاكد بهذا المجهود وبهذا الاداء الرائع وبالروح الحلوه وبروح الفانيلا الحمراء ومسانده دائمه من جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونعمل حاجه. انا متخيل ان احنا هنعمل حاجه كويسه جدا ان شاء الله. طبعا ده طموحنا في النادي الاهلي طبعا، ان انت على طول بتبص المكسب والكره رقم واحد حتى لو بتلعب مع اقوى فرقه طبعا يعني في العالم، فان شاء الله نقدر نحقق اللي حضرتك بتقول عليه ده ان شاء الله. يا رب يا كابتن محمد، لو سمحت بارك لكل اللاعبين وقول لهم الف الف مبروك، وقول لهم ننتظر منكم ان شاء الله بطوله كاس الكؤوس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا يا كابتن محمد، الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. شكرا جزيلا للنجم محمد ابراهيم.